قام معالي الشيخ أحمد بن محمد أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد بحضور المدراء العامين وعدد من المدراء بشؤون الجمارك. وخلال الزيارة اطلع معالي رئيس الجمارك على مرافق الجسر وتفقد سير العمل في الأقسام الجمركية والإدارات العامة في الجانب البحريني على الجسر. وبهذه المناسبة أشاد معاليه بجهود العاملين على جسر الملك فهد وحرصهم على سرعة إنجاز إجراءات السفر وسهولة تنقل البضائع، منوها بأن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق أزمنة قياسية في تفويج الشاحنات بالجسر بمتوسط زمن عبور 46 دقيقة في أوقات الذروة للشاحنات، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن جهود الجسر في رفع الطاقة التشغيلية بمشروع تطوير مناطق الإجراءات للمسافرين أسفرت عن زيادة 50% بمعدل 2500 مركبة في الساعة. وفي ختام الزيارة ثمن معالي رئيس الجمارك الجهود المبذولة من قبل موظفي جسر الملك فهد في تحقيق الأهداف المرجوة وتسهيل الإجراءات على جسر الملك فهد، مؤكدا دعمه المتواصل في تسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها تسهيل العمل على جسر الملك فهد. بداية كل هذه الجهود لم تأتي إلا والله الحمد بفضل دعم قيادة البلدين لنا في مؤسسة جسر الملك فهد وتوجيهاتهم المستمرة بضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والانتقال البضائع بين البلدين. اللي شاهدته اليوم من مشاريع تكميلية استطعنا من خلالها رفع عدد الكباين في المغادرة في الجانب البحريني لغاية 27 كبينة وفي القدوم لغاية 39 كابينة في دخول البحرين. هذه الرفع أدى لارتفاع الحركة من 1800 مركبة في الساعة إلى 2500 مركبة في الساعة. وإذا شهدنا أزمنة العبور فبنلاحظ أن في وقت الذروة سجلنا معدلات لا تفوق 19 دقيقة في زمن العبور الكامل للجسر، أما في أوقات غير الذروة فالوقت أيضا كان أسرع. النمو اللي حصل بسبب هذا التطور في خلال سنة واحدة أصبح عندنا نمو في الحركة يقدر ب 14%، وكل هذه المشاريع أتت بثمارها مبكرا من خلال ما شاهدناه من أرقام. طبعا إذا انتقلنا للمشاريع الأخرى شهدت اليوم أيضا استكمال المنطقة الجديدة لتفويج الشاحنات، وهناك أيضا مشاريع تقنية في المعلومات من خلال الربط بين جمارك مملكة البحرين وجمارك مملكة العربية السعودية راح تسرع من عدد وزمن انتقال الشاحنات. فلله الحمد مؤسسة الجسر وجميع الأجهزة العاملة فيها من البلدين كلها تعمل في إطار تحسين الخدمة وجودتها وتقليل زمن العبور، وإن شاء الله في الأيام القادمة أيضا نشهد تحسين أكثر لهذه الخدمات.